ترأس صباح اليوم بالرباط وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حفل انطلاق برنامج مدرسة حقوق الإنسان الذي يأتي تنفيذاً لاتفاقية الشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنتدى المواطنة، وذلك بهدف تنمية ثقافة حقوق الإنسان والتربية المدرسية على قيمها ومبادئها. هذا اليوم سيمثل يوماً لإعطاء انطلاقة للعمل المشترك من أجل التواصل والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية على كل ما هو حقوق الإنسان، ودائماً من أجل التربية على حقوق الإنسان بالنسبة للتلاميذ و هذا البرنامج الحقوقي التربوي يهدف إلى تعبئة وتأهيل مختلف مكونات الحياة المدرسية وشركائها التربويين والثقافيين والاجتماعيين والإعلاميين للتعاون والشراكة بغية إعمال مبادئ حقوق الإنسان في برامج المنظومة التربوية والعلاقات المدرسية وترسيخ قيمها وسلوكاتها لدى الأطفال واليافعين والشباب، وكذا تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. المدرسة أساساً مجال ديال التعلم، هذا أساسي، ولكن المدرسة عاود هي حاضنة لحوالي 7 مليون ديال اليافعين، ديال الأطفال، ديال الشباب اللي عندهم حقوق وعندهم انشغالات كثيرة وعندهم اهتمامات كثيرة مدنية وثقافية وفنية واجتماعية، واللي خص المدرسة أنها تغذيها. إذن عاود الدور ديال هذا البرنامج هو النهوض بالأدوار ديال الحياة المدرسية، بالقيم ديال الحياة المدرسية، ثم اليوم التربية على حقوق الإنسان والتثقيف على حقوق الإنسان ولا شرط ضروري لاستكمال مقومات المواطنة ومقومات التكوين والتأهيل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي انطلق اليوم هو يمتد على مدى 3 أيام، تميز بالاحتفاء بمجموعة من الفعاليات الوطنية التي ساهمت في النهوض بالتربية والتثقيف على مبادئ حقوق الإنسان.